تكاثر، تكاثر الأموال، تكاثر البنين، تكاثر الأماني، وتكاثر كل ما هو فاني. إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمان البدري. وابن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. ولعظيم شأنه أقسم الله به عز وجل فقال: والعصر والفجر والليل والنهار والضحى. وجعل جل أركان الإسلام مرتبطة بالوقت، صلاة صياما حجا وزكاة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: الوقت أنفس ما عنيس بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. وقال الحسن البصري رحمه الله: أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصا على دنانيركم ودراهيمكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع منها: شبابه فيما أبلاه، وعمره فيما أفناه، واغتنم خمسا قبل خمسين: صحتك قبل مرضك، فراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك. يقول ابن الجوزي: لو قلت إني طالعت 20,000 مجلدين لكان أكثر، وأنا الآن بعد في الطلب. دخل مكتبة في الشام وقال لمرافقه: انظر ما فيها، لقد قرأتها كلها. وقال المضفر سبطه: سمعت جدي يقول على المنبر: كتبت بأصبعي هاتين 2000 مجلد، كل يوم يمر يأخذ بعضي ويورث القلب حسرة ثم يمضي. ربي اغفر وارحم واهدني السبيل الأقوى.